السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خواتاتي، هذا أول فيديو عندي في القناة، فيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. جبت لكم واحد البوماد اللي هي طب 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 والله العلي العظيم، يعني منين غادي تجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم، وانا اكيده 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 انكم ان شاء الله غادي تشكروني عليها، وغادي تعجبكم، وما غاديش تولي تخطاكم، غادي تولي موجوده عندكم في كل بيت كما هي عندي، يعني ولات عندي من المستلزمات اللي ضروريه تكون عندي في البيت. بقاو معايا اخواني، غادي نوريكم بزاف 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 ديال كتستعمل بزاف ديال الحوايج، يعني كتنفع بزاف، وخص ضروري يعني تكون عندكم في الدار. ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله ملي تشوفوا هاد لا فيديو ما تنساوش تدعموني بلايك وتبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم، لان اكيد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تنفعكم باذن الله سبحانه وتعالى. وغادي نوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد البوماد اللي هي سميتها سكينيزون، هي الثمن ديالها يعني بسيط بزاف، الثمن ديالها ما كيتعداش 17 درهم، ولكن الفوائد ديالها كبيره 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 بزاف. هاد البوماد هادي كتستعمل للجلد، يعني اي حاجه كتكون عندكم في الجلد ديالكم، يعني كيكون واحد بعض المرات كتكون حبيبات يعني هكا في الجلد الرقيق، كتكون حبيبات رقيقين او لحكه، يعني اي حكه كتكون في الجلد الا وهاد البوماد هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم غتهنيكم من داك الحكان، غتهنيكم من بزاف يعني الحساسيه اللي تكون عندكم في الجلد. كنعطيكم هاد البوماد هذه يعني ماشي جيت وحطيتها لكم انا في القناه، قسما بالله عطيتها لكم يعني عن تجربه، ويعني جربتها، كان عندي واحد الحبيبات في الجلد رقيق، وملي مشيت للطبيب كان قيدها لي، والحمد لله يعني لقيت عليها راحتي. وبزاف بزاف ديال الناس يعني كنعرفهم اللي كنشوف عندهم هكا شي طاش في ولا شي حكان في اللحم، الحمد لله كنعطيه لهم، وما عمر ربي الحمد لله ما عمري تحشمت مع الناس والحمد لله. وبزاف ديال الاخوات اللي يعني هما اللي طلبوا مني قالوا لي علاش ما تديريش واحد القناه وتبقاي تعطي فيها يعني هكا الوصفات وداكشي ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم ان شاء الله، وتنال الاعجاب ديالكم. والمهم هادشي كامل انكم ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وتكتبوا لي في لي كومونتير وتقولوا لي كي جاتكم حتى نتوما، وتقولوا لي يعني يعني واش مزيانه او لا. وانا اكيد 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 ان شاء الله الرحمن الرحيم بانها غادي تعجبكم، وما عاديش تبقاو تخطيوها من الدار ديالكم ان شاء الله. هي البوماد كتكون على هذا الشكل هذا، وغادي تصبر معايا واحد الدقيقه غادي نجيب لكم انا. يلاه تسالات لي علاش فكرت انني نجيب ندير لكم واحد لا فيديو عليها، لان يلاه تسالات لي ومشيت خديتها دابا، خديتها وقلت انا نسجل معكم واحد لا فيديو باش تشوفوها. بقاو معايا ان شاء الله. كما كتشوفوا ها هي يلاه تسالات، يعني ولات عندي معتمده في الدار، يعني ضروري انها تكون عندي في الدار، وليت كان من المستلزمات ومن الحوايج اللي خصهم يكونوا عندي ضروريين في الدار، لان ما كيعرفش ان في اي لحظه تقدر تقرصك شي حشره، تقدر تنوض لك شي حكان في الجلد ديالك. وانا اصلا ملي كنت مشيت لعند الطبيب اللي كنقيدها لي قال لي هاد البومادا ما خصكيش ديريها في وجهك، وانا اضطريت واحد اليامات كانت تنوض لي بحال التشققات في الوجه ديالي، وجربتها والحمد لله يعني ما دارت لي حتى شي حاجه، وزوينه زوينه 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 بزاف. وكنصح اي اخت واي ام واي يعني اي واحد سواء مراه ولا راجل ولا تكون عندكم في الدار ديالكم، ومن الاهم هادشي كامل والله بغيتكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى التوفيق، نتمنى الشفاء لاي مريض، اللي مريض الله يشافيه، واللي فيه شي ضرر الله يحيدو عليه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله انكم تدعموني، وعندي بزاف 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 ما نعطي في هذه القناه. الا كان يعني بغيتوني نستمر وعجبتكم هذه القناه ديالي وعجبكم يعني المحتوى ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا.
مرحبا بكم ان شاء الله في واحد لا فيديو القادم ان شاء الله غادي نقدم واحد الوصفه اللي هي زوينه زوينه بزاف الناس اللي كيعانيوا من الالم في المفاصل وبخصوص الم الركبه. واحد الوصفه اللي هي زوينه زوينه بزاف والطب كانت استعملتها الوالده ديالي والحمد لله لقات عليها واحد الراحه كبيره بزاف. وكنتمنى ان شاء الله انكم تشوفوها ونتمنى الشفاء لجميع الناس ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنشكركم مره اخرى وكنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي. وما تنساوش دعموني وتدعموني بلي لايك والبارتاج. والى اللقاء وشكرا بزاف لكم.